اسمي محمد ماند بركات، مواليد قطر. انا اللي بساويه هو دراسه هندسه الطبيعه، بدرسها وبعمل فيها اشكال معماريه واشكال تصميم داخلي. هلا انا بالنسبه للهندسه درستها بسوريا بكليه فنون جميله بدمشق. والله تاثرت باخوي الاكبر مني اسمه محمد نشأت بركات، هو اللي اثر علي كثير حتى انا وصلت لهالمرحله هاي. يعني كبدايه جامعه ما خلاني ما ساعدني انه بالتصميم، او لا تركني انه اشوف الحياه الصعبه، فطبعا كثير تاثرت فيه انه اعطاني كثير دافع جدا قوي انه اقدر اكون حالي، اكون اسلوب التصميم تبعي. صرت كثير ارسم، صرت اشوف مين احسن مصممين معماريين بالعالم، درستهم كلياتهم، رسمت سكتشاتهم واحد واحد، طبعا مشهورين على الاخر، رسمت كتبهم، قرات كتبهم كلياتها، صرت افهم كل واحد شلون قدر يطلع اسلوب التصميم تبعه. بعدين بعد ما خلصتهم صرت ادرس شلون انا فيني اطلع اسلوب تبعي الخاص. بعد ما طلعت الاسلوب صرت ادرس شلون اي حدا بيقدر نطلع الاساليب هاي من اي شيء طبيعي، نقدر نطلع اسلوب تصميم، نقدر نصمم فيه عماره او ديكور او هندسي. مثلا على سبيل المثال هذا تصميم كرسي، انا اخذت التصميم تبعه من دراسه قشور جلد القرش يلي هي اذا عملنا عليها زوم كثير بيبين عنا هذا الشكل، فانا اخذت هاي الشكل رسمت الشكل الهندسي تبعه، استنتجت المثلثات والنسب تبعيتها، اخذت منها ثلاث مثلثات دمجتهم ببعض بشكل عمودي وافقي مشان اقدر هاي الافقي وهي العمودي مشان اقدر طالع منها تصميم الكرسي اللي هو اصلا عباره عن ثلاث مثلثات نسبه من هذا العنصر بالضبط. تقريبا 11 سكلبتشر على الحيط، والسكتشات كثير طبعا، والمجسمات تقريبا 10. هلا بالنسبه للون الابيض، دائما اللون الابيض اذا كان على اي شيء هو ببين الشادو بالشكل، وبيبين الكتل الاسطح الفرق بيناتهم، شلون النسب طالعه، شلون الظل، شلون الانحناء، الاقواس بتبين كلياتها باللون الابيض. فهذا السبب انا اخترت لون ابيض، واخترت هذا اللون اسود لان هاي اللوحه هي من اصعب اللوحات الموجوده، او هاي السكلبتشر هي من اصعب السكلبتشر الموجوده، مشان نحن نقدر نشوف ما بس انه والله نشوف الابيض، نشوف الاسود كمان. بتمنى الناس تجي وتشوف هذا الشيء وتعتبره انه يعني او تضيف عليه، او يعني كل الناس تساعد بعضها لتقدر تطور الفن بالدنيا.